الوليدة ديالي عندها ستيل ديالها خاص بها، صعيب الانسان يقلدها، وعندها الشكل ديالها الخاص بها، يعني ما كاينش جوج نجا تعتابو، وكيبقى النوع ديال الغناء اللي كتغني صعيب ما نكذبش عليك، لان الى نقدر نحاول نجرب، ولكن ما غاديش نوصل للدرجه ديال ماما في الفن ديالها اللي هو الشعبي مودرن اللي كتاديه. اللي غادي نقول لك هو انني انا هي كتمتلك واحد الصوت قوي جدا، انا صوتي شويه حساس و فهمتي مايل اكثر للسنتيمونتال، دونك هادشي علاش ما نقدرش نغني لو ستيل ديال ماما، لانه بكل صراحه واخا نبغي ما غاديش نقدر عليه. وغاب المعقول ودابت حبالو ودابت حبالو يا يما بالمرة، وهذا زمان العجب يا يما ولا راس مالو ولا راس مالو غير هدرة. الوغ الاغنيه ديالي من كلماتي بالمساعده من الام ديالي ومن الحان المبدع رضوان ديري ومن توزيع الاستاذ الكبير رشيد محمد علي. هاد الاغنيه هادي عطيتها كعنوان غاب المعقول، لانني جو مسوي انسبيري من لي زيستوار ديال البنات صحباتي ديال لا فامي ديال من 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 بزاف ديال الناس اللي كيتشكاو انا المعقول ما بقاش، وهادشي فعلا كنلاحظوه. فسي بوغ سا قررت اني نعطي لهاد الاغنيه هاد العنوان هذا بالضبط غاب المعقول، لانه كان عنوان للموضوع مش للموضوع، لان الاغنيه كلمات ديالها زوينين ولا سمعتوها مزيان راه موضوع فني موضوع، فلذلك سميتها غاب المعقول، وجيسبيغ انها تعجب الجمهور المغربي ان شاء الله وتنال اعجابهم ونكون خفيفه على قلبهم يا رب. الام ديالتي هي السبب باش دخلت المجال الفني، لان الام ديالي مسانداني من ديما، اولا مسانداني في الدراسه ديالتي، هي حرصت على انني تنشد الدبلوم ديالي عاد ندخل الميدان الفني. ثاني حاجه معاونني في كل شيء. شوف ما شتي هاد اليد هادي اليمنيه ديال الام ديالتي، انا ماما هي كل شيء في حياتي، كنموت عليها، وهي اللي واقفه معايا مسانداني من جميع النواحي، هي اللي مسانداني بيان سور. سهلت لي الطريق بزاف بيان سور، لان شوف واخا نبدل الاسم الفني كنبقى بنت الفنانه المغربيه نجاه عتابو، والناس كيكون عندهم داك الفضول باش يعرفوا بنت الفنانه كيفاش دايره صوتها كيفاش داير، واش كتغني بحال الام ديالها، واش ستيل مغاير، دونك بيان سور مساعداني بزاف هذه القضيه هذه، وعندي الزهر بزاف 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 بزاف. النقط اللي كتجمعني ما بيني وبين الام ديالي الوغ في الصوت، ما نقولكش الصوت كيش باسكو صوتي انا مختلف، ماما صوتها قوي انا صوتي حساس. غنقول لك في الشخصيه كنشافو بزاف في الشخصيه، لان علمتني تكون عندي شخصيه قويه ونكون انسانه متواضعه وصادقه ونكون ديما نحترم الناس اللي قدامي باش حتى انا يبادلوني نفس الاحترام. خديت منها بزاف ديال المبادئ من غير الام ديالي، القدوه ديالي في المجال الفني اش غادي نقول لك، من غير الام ديالي في الشباب ولا في انا كنت انا كنسمع الطرب بزاف، كنسمع الفنانه القدام بزاف، ف اش غادي نقول لك، ما نقدرش نجاوبك دابا زعما بالضبط، ما نقدرش نجاوبك، ما كاينين بزاف الفنانين اللي كنسمع لهم واللي كيعجبوني بزاف.